مساء الخير ومرحبا بكل متابعي ومتابعات صفحتنا الأوفياء من داخل تونس ومن خارجها. مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي بث مباشر جديد وحوار حصري، طبعا في إطار إيضاح الصورة للرأي العام، في إطار فك الشفرات القانونية لما يحدث في تونس ولما نشاهده يوما بعد يوم من مراسيم ومن قوانين يقال من أهل القانون أنها مخالفة لجميع النواميس، يقال من أهل القانون أنها مخالفة لكل معناها ما له علاقة بحقوق الإنسان، مخالفة لإرادة الشعب التونسي، لها يعني نوايا واضحة لتزييف إرادة الشعب التونسي إلى آخره. ثلاثة مواضيع باش نحكيو فيها الليلة مع الأستاذ عماد بن حليمة المحامي والناشط السياسي، حول القانون الانتخابي الأخير اللي نزل علينا ولليوم نسمعه في بعض وسائل الإعلام وفي عديد في الواقع المنابر الإعلامية، لكن ما شفناش التفسير الصحيح، ما شفناش يعني النقد الموضوعي لهذا القانون، ما شفناش شنية تبعات، يعني ما صارحوناش بتبعات هذه المراسيم وبتبعات هذا القانون الانتخابي بعد المحطة الانتخابية إن وصل للانتخابات، وما يمكن أن يترتب على هذا القانون الانتخابي على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى مستوى حال البلاد اقتصاديا إلى آخره، لأنه نحكيه على انتخابات باش تعمل باش تفرز مجلس نواب شعب باش يصادق على مشاريع قوانين إلى آخره. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، سمعنا ناس كل المرسوم المتعلق بسجن وتغريم كل من يبث أخبار مغلوطة أو أخبار من شأنها حسب ما قيل أن تهدد الأمن العام للبلاد، وقاعدين نشوفوا فيها بشكل يومي الأخبار هذه، والناس هذه قاعدة تمتهن في هذه الـ 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 في هذا النوع يعني من التدوينات ومن التصريحات لبعض المحسوبين بتاتر على التيار بتاع 25 جويليا بار اكزامبل موجودين. برشا ناس تشوفوا اللي هو تهديد لحرية التعبير، برشا ناس تشوفوا اللي هو حد من حرية التعبير، واللي هو تصفية خصوم سياسيين للسلطة، تصفية خصوم سياسيين لمسار ما بعد 25 جويليا إلى آخره. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة باش نحكيو على ملف تصفير شبابنا البؤر التوتر، وما فماش شكون أكثر منا حكى في الملف هذا على المنابر الإعلامية من 2012 لليوم. هل أنه السؤال المطروح، هل أنه فتح فعلا هذا الملف وسيحاكم فعلا وسيحاسب فعلا من ضلعوا في تسفير شبابنا إلى بؤر التوتر، أم هو ذر رماد على العيون كالعادة وإيقافات يعني سير مزور ومن بعد حالة سراح ومن بعد النظر من جديد إلى آخره من تلك الممارسات اللي شفنا كيفها الحقيقة بعد 25 جويليا. دونك في انتظار استقبال ضيفنا الأستاذ عماد بن حليمة على الهاتف معنا مباشرة، نشوفوا مع بعضنا هل أن الصوت قاعد يوصل لكم واضح ولا لا. جاوبونا رجاء من الناس اللي قاعدة تتبع فينا توا. هل ألو؟ اهلا استاذ، مرحبا. اهلا وسهلا استاذ، احنا على المباشر تو باش نحكيو في ثلاثه نقاط. نحكيو عايشك، نحكيو في النقطة الأولى هي القانون الانتخابي الجديد والحبر الذي أساله اليوم وبعض التعاطي مع هذا الملف على مستوى على العديد من المنابر الإعلامية. يشوف البعض بار اكزومبل كون القانون الانتخابي هذا ماهوش باش يتعدى، يشوف البعض كون القانون الانتخابي هذا خطير على الحياة السياسية في تونس طبعا في الوقت هذا بالذات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية باش نحكيو على المرسوم المتعلق بتغريم وسجن ما يقال معناها انه يبث اخبار زائفه او اشاعات او ما يهدد الامن القومي، وبرشا من الناس اعتبروها يعني كبت وحجب لحريه التعبير وتقليص من حريه التعبير ومن اراده المواطن التونسي وهذا المكسب. والملف الثالث هو تسفير شبابنا الى بؤر التوتر، والسؤال المطروح هل فتح فعلا هذا الملف ام هو كالعاده ذر رماد على العيون، كلما يشتد الخناق على السلطه او كلما تتقلص شعبيه السلطه الحاليه نجبدوا ملف من عنده علاقه بالخوانجيه باش نظهروا الا احنا هنا نحاربوا فيهم ونحاربوا في الارهاب. نبداو بالملف الاول وهو القانون الانتخابي. استاذ، في اعتقادك وانت من اهل القانون وتكلمت على الموضوع هذا الصباح، ما هي خطوره هذا القانون؟ وشفنا برشا حاجات، يعني مثلا باش نحكيو على 161 نائب فقط وليو 217 نائب، شنو هي الخطوره نتاع القانون هذا؟ فاش تتشكل الخطوره في هذا القانون الانتخابي؟ هو سي عبد السلام، الانسان كي يكون عنده قانون انتخابي وجربوا القانون هذا
كيف يحب يبدل القانون، معناه يلزمه يقف على سلبيات القانون القديم إذا كان النية هي نية طيبة أنه هو مش يحسن، يلزمه يقيم القانون القديم ويحط قانون جديد اللي مش يحسن به. هذا ما صارش، معناه هو هذا معناه المعطى الثابت، وأنه هذا ما صارش لأنه الانتخاب على الأفراد هذه معناها قناعة شخصية متاع الرئيس، هو اللي قاعد يثير طول المشروع الكل. هو مشروع فردي، ما رئيس ما يسمع فيه حتى حد، ما ياخذ رأي حتى حد، وحتى هو قبل ما يولي رئيس عنده قناعة شخصية اللي هو من الأنظمة الانتخابية بالنسبة لي هو أحسن نظام عنده، هو نظام الانتخاب على الأفراد. والقانون هذا رغم اللي خذاه وقت واستغرق وقت كبير معناها في إعداد، لكن في برشا بوكود أبيراسيون. أول حاجة لابرميير أبيراسيون هي حتى في الشروط طبعا هذه اللي حطوها، يعني شروط الضحك معناها نجيو طبعا مثلا نعطيك أنا أمثلة اللي هي الأهم، نجيو في الكاستيون دو لابي ناسيوناليتي ليبي ناسيونو، معناها نحن قال لك إذا كان النائب باش يترشح وهو موجود في تونس ما يلزموش يكون بي ناسيونال، معناها اللي يكون تونسي ويعيش في تونس، أما أمه جزائرية ولا مغربية ولا طليانية ولا فرنساوية ولا أي جنسية أخرى وعنده دوبل ناسيوناليتي ما عندوش الحق تمييز، يكون يعيش في الخارج مش يترشح على الخارج، يكون بي ناسيونال عنده الحق. هذا معناها كان انا نبسط الامور اكثر، يبدو زوج اخوات، واحد يعيش في تونس واحد يعيش في فرنسا، اللي يعيش في فرنسا عنده الحق يترشح على فرنسا، واللي يعيش في تونس ما عندوش الحق. هذا من ناحية دستورية يعتبر خرق لمبدا المساواة، وهذا نص غير دستوري. بال 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 الشرط الثاني اللي حط اللي هو كذلك مثير للاشمئزاز هو الشرط نتاع التزكيات. انا ما فهمتش علاش التزكيات، علاش التزكيات معناها نورمالمون انتخاب حر، ترشح للتقدم الانتخابات هو تقدم حر، ومادام احنا نقولوا الصندوق والصندوق هو اللي يحلوش تزكيات رجال 400، يعني نحن كان نحسبه طيب هو عمل الدعوة قبل 90 يوم وال 90 يوم هذوما فيهم 72 يوم عمل 72 يوم زيد نقص منهم 15 يوم تقريبا آخر أجل لتقديم الترشحات قبل ما يغلق باب الترشحات، معناها كان مش تهز أنت 400 شخص للبلدية عملوا طالب اللمبة، يلزم تقريبا كل يوم من غدوة من هالسنين كنا كل يوم تمشي تهز 7 أو 8 من الناس باش تخلق ال 400، وال 400 لازمهم يكونوا 200 من الإناث و 200 من الذكور، ومن ال 400 إناث وذكور يلزم فيهم 100 حتى 35 عام. ما فهمتش شنيا الفلسفة هذيا التعجيزية، واللي هي بالأساس تحقق الطريقة دي اللي حطها الرئيس في الانتخابات هي اللي ضرب الأحزاب. هذا قانون مش معمول لتجاوز هينات القانون السابق، لأنه إذا كان حبينا نتجاوز هينات القانون السابق عملوا قانون يضمن لنا برلمان فيه تمثيلية متنوعة وفيه كتل كبيرة، نعمل نظام الانتخاب على القائمات في دورتين. واضح. وإلا نجيو نحيو كما كانت الفكرة موجودة قبل، نحيو هذا ترشح بأكبر البواقي ونعملوا عتبة. فهمتني؟ واضح. لكن القانون هذا قد يكون باهي. علاش باهي؟ باهي بالنسبة للرئيس متناسق بعد اللي هو خذاه كل شيء، والبرلمان هذا ما عاد عنده حتى شيء. البرلمان ما عنده حتى شيء سوري وما عنده حتى شيء، قالوا فقط اختي
اختصاص تشريعي اللي ينجم يسمي الحكومة. لو كان يسحب منها الحكومة مرتين في 5 سنين قيس سعيد يحلوا التشريع، ما عادش ينجم يعدل القوانين إلا ما الرئيس يوافق عليها. علاش؟ لأنه الرئيس ولا عنده الحق في إرجاع القوانين، معناها بتلاوة ثانية بعد ما صادق على المجلس المرة الأولى، تلاوة ثانية بأغلبية الثلثين. أنت كي مش تخرج برلمان بلاش كتل حزبية، مش خرج 161 واحد، واحد مشرق وواحد مغرب، هذا ما كانش تفاهموا. قبل كانوا فما رؤساء كتل، كانوا 10 من الناس يتفاوضوا باش يوصلوا الموقف. اليوم شو اليوم 161 يتفاوضوا وشوف توصلوا الموقف ولا ما يوصلوش. هذايا سافاك كرين انستابيليتي ليجيسلاتيف وسط مصلحة البلاد. هذايا فقط قانون تجعل فنية نتاع الرئيس، أنه مش يوصل لها فنية نتاعه. فنية نتاع الرئيس أنه مش يلقى مجموعة من الخيرين الصادقين وأنه مش يقضي على أحداث، لكن في الأساس باش يوصل إلى برلمان أتعس من البرلمان اللي كان عندنا، لأنه بشروط اللي حطها وبسحب حكاية التمويل العمومي. ولا التمويل إلا تمويل خاص، لأنه أنت كي تبدا عندك ديمقراطية ناشئة، الدولة هي اللي تصرف على الديمقراطية. نحن خرجنا من مرحلة الديمقراطية وسحبنا التمويل العمومي ونحينا نخب الكل، ما عادش تدخل البرلمان. القانون هذا موجود في الدستور، لأنه اليوم شرط التفرغ، معناها ما عادش باش تبقى في البرلمان لا طبيب لا مهندس لا محامي لا اكسبير كونتابل لا حتى حد. انا مستعد، انا محامي، انا مستعد نخدم البرلمان بلاش فلوس، اما ما تقوليش اجا نخلص في البرلمان وسكر المكتب نتاعك. واضح، فهمتني؟ هذه كلها شروط اقصائيه، قانون اقصائي. تشاوسكي يحب يقضي على الاحزاب، يقضي على الحياه السياسيه، مشتقى مجموعة من الأشخاص موجودين في البرلمان ما عندهم حتى قوة. يعني هذا برلمان ضعيف، ضربوا بالقانون هذا البرلمان، زاد ضربوا بالمجلس الأقاليم والجهات، يعني ما عادش معناها. هذاك علاش أنا قلتها من قبل، قلت الإنسان اللي يكرم لحيته وبيده يقاطع الانتخابات التشريعية هذه. معناها زيد، معناها ما مش تمشي الانتخابات على شنو؟ قانون يتعمل وحدك تقصي بيه ما تحب، معناها زيد خلي يحكموا حد، خلي يحكموا حد. هو هذو مجموعة شعب يريد، خلي يطلعهم هما، خلي نشوفوهم ونمشي نهزوها البلاد. يعني خلينا نقعدوا نتفرجوا الناس الكل. وحكاية سحب الوكالة أستاذ، هذه شنو معناها؟ أنت 10% عندهم الحق يسحبوا الوكالة، وحتى كان النسبة هذه ما شاركتش في الانتخابات، المهم أنها تكون مسجلة في السجل الانتخابي. هي عملية، العملية نتاع التسجيل اللي اتعملت. معناها يلزم تو النايب، هو قال لك حتى كي يقدم النايب الملف الترشح من بين الوثائق المطلوبة البرنامج الانتخابي. ليش نوع البرنامج الانتخابي نتاع واحد مش يحكم، هو مش يحكم النائب، لأنه يعني قبل الأحزاب قدم البرامج الانتخابية نتاعها على أساس مش تطلع للبرلمان، والحكومة مش تطلع من البرلمان ومش يقولوا يحكموا. وهذا البرنامج تو النائب معناها مش يمشي هو وش يعمل برنامج، كيفاش مش ينفذوا؟ يقعد نهار الكل يبعث في المراسلات للولايات والوزراء، هذاك هو كيف باش ينفذ البرنامج نتاعو. لازم الهيئه تيوريكمون ترفض له الترشح نتاعو بناء على انه البرنامج ما يتمشاش مع التوجهات نتاع الرئيس. واضح. شنو المال؟ مازال هذه ورقه من اوراق الملف، فهمتني؟ باهي. حكي لصاحب الوكاله. اي. حكي بهلوانيه انه 10% ينجموا، هذا معناه طاو مش يزيد، هذا مش يعمل نزاع، مش يعمل مشكلة كبيرة في العروشات وفي الجهويات. 10% شو هو صاحب الوكالة وشكون ينجم يسحب الوكالة اللي عطاها؟ ما يجيش انت تعطيني توكيل لي انا ويجيني واحد اخر يسحب، ما يجيش. معناها
نهزوا له بلان فورمال على مستوى الشكل، كان على الاقل باش نكونوا منطقيين نقولوا اللي 10% اللي عندهم حق الصحه الوكاله يلزمهم يكونوا مش من اللي صوتوا للشخص، هذا ما تعرفش عليه شكون صوت له وشكون لا الشخص. أن يكونوا على الأقل شاركوا في العملية الانتخابية، خاطر لو عندها الهيئة عندها شكون شارك وشكون ما شاركش. احنا نسبة المشاركة في الانتخابات ديما تكون بين 30-35%، يعني على 100,000 ناخذ ماكسيموم يمشيو 35,000 على الأقل. اللي يلزمهم يعملوا الصحة يلزمهم يكونوا من 35,000 اللي مشاو. طيب شنو مش يصير؟ يطلع واحد من بلاس ال 65,000 الاخرين اللي قاعد وراء قضية، واللي هما المصيبة متاع تونس من 2011، لانه اكبر مصيبة حلت بالبلاد هذية هو الشعب الراقد اللي ديميسيونير دو تيار متاعو ما يمشوش ينخبوا، وبعد يقعدوا يحتجوا كاش يحكموا فيهم الاخوانجية وكاش يحكموا فيهم فلان وكاش يحكموا فيهم فلتاك، وهما حكمت فيهم وجايهم حكم اقليات اخرى من نوع اخر، هذوما جايين من كوكب اخر وما زالوا يشوفوا على الاكثر على قدام. علاش؟ خاطر ديما راقدين. نرجع ونقول تو انت ما شاركتش في الانتخابات، لا نخبت لا الزايد ولا العمر، بعد بلا سيفه انت تجي تسحب توكيل وانت ما عطيتش توكيل من الاصل. معقول؟ يعني معناها حاجه. والدوائر هذه اللي بدلها تولينا 151، انت في بالك معناها رئيس عملها نقص عدد النواب باش يربح ميزانيه الدوله الشهريات كذا شهريات، مالا لانسيدونس فينونسيير نتاعها في العام حكايه فارغه، من مليار و200 تقريبا حكايه فارغه. مالا شنو الهدف منه 161 نايب؟ هو شو نقول لك شنو الهدف منه؟ لانه في الاغلبيه البسيطه تولي 81. وقت اللي هي الأغلبية البسيطة في البرلمان القديم كانت 109. وأغلبية الثلثين اللي حتها تولي 108، اللي هي المنفى الأغلبية البسيطة في البرلمان القديم. بالطريقة هذيك يعني وزير خايف هو من الأحزاب، والواحد يقول لك حتى كي جماعة الشعب يريد وكذا، حتى كي يجيبوا يوليو 80 يوليو 80 باهي، حتى 80 من 160 مش كيما 80 من 217. واضح. كي يكونوا 70 من 160 مش كيما 70 من 217. باش نعطيك مثال اللي يهم الولايه نتاعنا. مصدير. توا قاده وطبل وصياده ولمطه وبحجر. هذوما تعملهم دايرة واحدة، إن جروند كونسنتراسيون ديموغرافي. شو مش يصير؟ شات له زوز للدور الثاني، شات له واحد من طبلبة واحد من صيادة مثلا. شكون مرشح يطلع؟ لأن فيها عدد أكثر سكان. بالطبيعة، لوجيك. وفي الانتخابات على فرات شكون مشات له؟ احنا توا عندنا بلاد، سامحني، وكأنه احنا مشنا عايشين في بلاد، شكون هم؟ في البلدان الكبيرة ولا في البلدان الصغيرة ولا في القرى؟ كلهم هم الناس اللي عندهم مواجهة، هم اللي عندهم أكثر شهادة علمية، لا هم اللي عندهم أكثر فلوس. بالضبط. أنت تو كي يبدا حتى بلاد صغيرة واحد باش يمشي يقصد، واحد باش يدخله في قادة، يمشي يقصد تاجر كبير، مقاول كبير، يمشي الواحد لاباس عليه، مش يمشي الواحد عنده برشا شيء. ولذا تو يحب يقضي على المال الفاسد. ويحب يقضي على الكنادريه اللي يدخلوا بالطريقه هذه نتاع الانتخاب على الافراد. الناس اللي عندها فلوس والجهال مش النخبه هما مش قاموا بالبرلمان ولا البطاله. صحيح. فهمتني؟ وتو تشوف تو تشوف تو تشوف شنو الانتخابات تشريعيه شكون النتيجه نتاعها. باهي. لكن كما قلت لك انا هو يراه اللي البرلمان ما عندوش حتى قيمه. احنا توا مشينا من نظام الرئيس الترطوري الى نظام البرلمان الترطوري. بالضبط. باهي استاذ، فما ناس تشوف فما نقطه بار اكزومبل ذكرها القانون الانتخابي الجديد اللي هي منع من يترشح للانتخابات الرئاسيه الى الانتخابات التشريعيه. فما ناس تقول كونه هذه مخصصه للحزب المعارض ليه، ربما اللي هو الحزب الدستوري الحر اللي اعلن ترشح رئيسه للانتخابات الرئاسيه. شنو هو وجهه الطرح هذا؟ هو
سامحني علاش، وخاصة في الوضع اللي احنا فيه توا، علاش المنع هذا وقت اللي هو قمة انذاك بأكثر من عامين بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية؟ بالضبط. هو قمة علاش؟ وهو علاش؟ شنو هي الفلسفة نتاعها؟ هو تقليد وتضييق على الناس باش ما يطلعوش تختار. فهمتني؟ ايوه معناها قلت لك انا، علاش قلت لك انا القانون هذا الاتحاد ممكن خلينا القانون القديم، وقلنا القانون هذا وصلنا للانستابيليتي في البرلمان، هات نقضيه على اسباب الانستابيليتي. نحن قلنا البرنامج نتاع السيد رئيس الجمهوريه هو القضاء على الاحزاب، والقضاء على المتسيسين، والقضاء على الناس اللي ضده. اي، وهل يمشي القانون هذا في تونس مع طبيعة النموذج المجتمعي التونسي؟ ما يمشيش، هو تحت القوانين اللي قاعد يحطها الكل، يحطها على ضغط، يحطها انطلاقا من الواقع، يحطها على ضغط، حط قناعات. كما واضح. قلت انا امبارح في فيديو، عبارة تدخل عندي ريستورون ما عندكش حق تختار شتاك، لا ثم كارت لا شيء، الشيخ هو اللي طيب يخرج لك شتاك. واضح. باهي استاذ، اليوم سمعنا زاد المرسوم الجديد المتعلق بسجن وتغريم، وكل من يبث حسب ما يقال اشاعات او اخبار زائفه، فما برشا ناس شافته اللي هو حد من حريه التعبير، فما برشا ناس شافته تهديد معناها لكل النقاد اللي هم موضوعيين بتاتر، ولا ينقدوا في توجه السلطه ولا ينقدوا في اداء السلطه. شنو هي الوجاهه كيف كيف متاع الراي هذا، وشنو يحب يقول من هالقانون والمرسوم هذايا؟ شوف، هذه العملية أخطر من أنه مرسوم اللجنة، هذا مرسوم يعني تقريب الاختصاص اللي كنت أنا نحكي عليه نتاع الخونجية. من ديما كنت نقول أنه الخونجية مختصين في تلغيم وتفخيخ النصوص. تقريب الاختصاص هذا تو وصل لرئيس الجمهورية، لأنه المرسومة 54 هذا اللي أخبرت، هو يهم القرصنة الإلكترونية. كيفاش؟ أول حاجة لازم نقولوها اللي نحن الدستور دخل حل التنفيذ كله عد إلا المسألة المتعلقة بالاختصاص التشريعي اللي هي قاعدة من اختصاص الجمهورية. وإحنا على بعد 3 شهور من تركيز برلمان. يعني المنطق شو يقول؟ ودستور دخل حي التنفيذ بما فيهم المحكمة الدستورية لازم تكون موجودة. معناها اليوم حتى المراسيل اللي يعمل فيها رئيس الجمهورية لازم تتعدى على المحكمة الدستورية، لأن المحكمة الدستورية لازم تكون موجودة منذ دخول دستور حي التنفيذ. واضح. أصلا الجمهورية ما حركة قضائية، وأحد الحسابات اللي قاعدين يعملوا فيها شكونهم اللي مش يحطوهم أقدم رؤساء في التعقيب باش يحطوهم هما أعضاء في المحكمة الدستورية. تعرف اش قاعدين نحسبوا احنا تو ما تعرفش حركة، هذه أحد الأسباب. أنت كرئيس جمهورية وأبقيت لي نفسك على الاختصاص التشريعي، خليه إلا في المسائل الاستثنائية اللي ما تستناش، كما أنك مش تنقح القانون الانتخابي، كما أنك مش تعمل دعوة الناخبين، يعني هي بأمر مش بقانون. اما انك انت ومش مستعجل قاعد تهبط في يعني التشريع الخاص بتجريم القرصنه الالكترونيه المرسوم على تكون على قاعد البرلمان اللي هو صاحب الاختصاص التشريعي الاصلي. هو حط مرسوم اللي يهمك اللي اذا تعرف السيبرنيس على المنظومات الالكترونيه، على المعطيات الشخصيه نتاعك، على المعلومات الالكترونيه، على البنوك، على كذا، على قرصنه المعلومات، تو ساي سي بي ان، مش على المرسوم نحكي لك كفكره. انا مش حاجه اورجونت باش تعبط على توا. وجا حد 24 هذايا اللي ما عنده حتى علاقه بالمكان اللي عبطها. فهمتني؟ معناه الفصل 24 هذايا ما عندوش علاقة بالقرصنة الإلكترونية. جوستومون. هي موضوع المرسوم. أسقط هذا الفصل اسقاطا. فهمتني؟ والهدف احنا ما بقينا نحكيو على الكورة،
يكون دربون شوفوا في مشهد يحكي على السينما. شفتني الفصل 24 مش بلاستو هذا. احنا عندنا فصل 128 في المجلة الجزائية اللي يعاقب بالسجن مدة عامين شخص ينسب امر غير قانوني لموظف عمومي ان يسبب الحاجة للموظف اللي يستحق يعاقب عامين خمسة. وعن الفصل 86 في المجلة التأسيس عليه هي عاقب السجن كل يسيء للغير عبر الشبكات العموميه للاتصال. هل انه نحن في حاجه باش نجيبوا نحطوا فصل 24 في قانون اللي هو يشتغل على انطلاق فصل 86 تاع مجله الاتصالات وتوسع فيه؟ العمليه كانت مقصوده ومتزامنه اولا مع صدور قانون الانتخاب ودعوه الناخبين، وثانيا لانك انت كي تقرا الفصل 24 وتشوف شنو الجرائم اللي يحكي عليها وكيفاش موجهه يجيو في بالك زوج حاجات، يجيو في بالك قضيه انستالينغو والمحتويات الفيسبوكيه، ويجي في بالك طريقه اداره الازمه الاقتصاديه اعلاميه من الاجهزه الرسميه للدوله. يعني ما تستناش يا عبد السلام وفين باش يحميوك كنتي ولا انا؟ اللي احنا مرتب ناس متعرضين للصح الفيسبوك واضح ومعلومة واحد مش معاه استحكي عبارات اللي مصمد من القانون للترويع السكري، ثم انه العبارات اللي هي فيها خرق للدستور هذا راهو فصل غير دستوري، لانه طريقه الصياغه نتاع النصوص الجزائيه لازم تكون واضحه تخيسيز، لانه فما معناها احترام شرط او مبدا الشرعيه الجرائم والعقوبات، ما تجيش تعمل نص تعمل اندكس باتو اللي هو مش واضح. قول مهما كانت طريقه نشر الخبر باي طريقه اتصال كانت، معناها انا معدلي انت سي عبد السلام عديل كان النساء قول لك راهو مثلا الوزير الفلاني يعمل كذا ولا على المستنجر ولا على الواتساب ولا اي حاجه تتعب. حتى مش منشور لدى العموم، تعديه او تساهم في نشره باي طريقه اتصال كان. برشا عبارات بدون مخطئه ومعناها، واذا كان المقصود مرض تولي 10 سنين حبس. واذا نبهت حاجه، راه القانون هذايا يطرح مشكل كبير بالنسبه للصحفيين وبالنسبه للصحافه الالكترونيه. يعني ما عادش يتمتعوا بالمرسوم 115، هاني نبه انا. بعد مرسوم 115 ولا هم يحزنون مشمولين هذاك يتحط لا من مجال الاتصالات ولا اشتهر الفصل 128 مجال الجزائيه كان المرسوم هذا يحكي هم كل صحابيين المدور حضروا رواحكم لا 115 ولا هم يحزنون سبق عليكم الفصل هذا. والفصل الغير تعمل خصيصا الأزمة، لأنه كل بشيء إشاعات وقت عندك تقول السميد ما فماش كل لك هذه إشاعة هذه قدم احتكار تمام السميد موجود هذه إشاعة 5 سنين حبس. الوزير الفلاني راهو فيه ولا عنده شبهات فساد 10 سنين. هل انه مثلا اخبار من قبيل حجز 18 الف طن معناها من السكر في احدى كذا يعتبر معناتها اشاعه ويطبق عليه القانون ولا؟ طبعا. وحتى ال 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 اما شو اما هي الحاجه انا طول لنا عندنا حاجه واضحه الاشاعه جريمه، اما النفاق لا، النفاق مش جريمه. وهل تستقبل وتذكر تضرب البندير امور كمريه ما عندكش مش تحب كل حقيقه لا هذيك اشاعه. قال لك يا سيدي 10 سنين حبس، كيف تقول كلمه يمكن انها تحدث ضرر معنوي للمواطن؟ وشكون باش يقيس الضرر؟ والله ماني عارف شهادة ماكينات جديدة. يعني دخلنا في العبث. واضح. يجب هذا القانون
نتصور حتى زعيم كوريا الشمالية ما جاش في بالهم. بالضبط، ما نتصورش حتى موجود في كوريا الشمالية. بي أستاذ، هو توا لما حال الجدل الكبير في المواضيع هذه في الاونه الاخيره، لكن تزامن، معناه خليني نقول، تو كنا نحكيو على القانون الانتخابي ونحكيو على هالمرسوم هذايا، تزامن الشيء هذايا مع غلاء المعيشه، مع فقدان بعض المواد الاساسيه والمواد الغذائيه اللي المواطن التونسي يحتاجها بشكل يومي الى اخره. ما ينجمش يكون في علاقه، معناها بعض شيء، معناها نبداو بهالشعب تو هو غاضب وكذا، نخليوه لاهي في يتزاحم على كيلو سكر، يتزاحم على كيلو سميد، على دبوسه زيت، ونعديو احنا شنو نحبوا. هل تعتبر تنجم تكون سياسة يعني ممنهجة وواضحة، مع العلم انه انطلاقا من نص الليل الليلة فما زيادات رسميا في المحروقات؟ معناه في هذه الزيادة في المحروقات متأخرة، لأنه هو في جويلة في جويلة ما زادوش حتى فما الاستفتاء، هم زادوهم مع بعض الدور. ضريبة الاستفتاء والقانون هي الجديد. اللي كان هذايا يا ريت علاش عاملينه ال10 سنين وال5 سنين، هذايا عاملينه باش يلزموا الأفواه في حكاية إدارة الأزمة الاقتصادية والمالية. كل شيء مش تحكيه انت في الاداره الازمه الماليه والاقتصاديه مش كله كهذا، راهو نشر اخبار زي فوضي اشاعه. دونك فهمتني؟ ترهيب، معناها ترهيب وتخويف. هو مش ترهيب، ترويع ترويع، وتخويف واضح وارهاب على الفكر. واضح. باهي استاذ وزيدوا هذايا سي عبد السلام، هذايا لازم تزيدوا حاجه اخرى. زيدوا المرسوم 35 نتاع القضاة. اي معناها حطيتها القضاة تعرف يخدموا تحت الرعب والخوف. قاعد يقول لهم ناس قال لك معناها هذا يعتبر اعتداء على امن العام. قاعد يقولوا حتى يحكم عليك وعدم سماع دم نجم قيس يطبق عليه المرسوم 35 يعزو. خير من الكل. دونك في حتى مس من سيادة المؤسسة القضائية وسيادة قرارها. سامحني، المعايير الدولية والمعايير الموضوعية تاع المحاكمة العادلة انتهت بالمرسوم 35 وبالنصوص هذه اللي حطوا فيها. ما عادش فما، ما عادش تحكي راه معايير محاكمة عادلة، ما عادش موجود. واضح واضح. باي استاذ، الملف الاخير اللي باش نحكيو فيه هو ملف تسفير الشباب البؤر التوتر، وما يروج اعلاميا هو تو في البريود الاخرى كونه تم فتح هذا الملف على مصراعيه، مع العلم انه كل الحجج والدعوات اللي قمنا بها قبل كما سيادتك وكما العبد لله لفتح هذا الملف ومحاسبه المجرمين ومحاكمه الضالعين في التسفير من 2012، واحنا نحكيو ونتكلموا وندعيو للسلطه انها تتدخل. لكن اليوم نشوفه مع هالغلاء نتاع المعيشه، مع بوتيتر تقلص شعبية الحاكم بأمره والسلطة إلى آخره، فما فتح الملف. هل أنه في اعتقادك الملف هذا باش يفتح بشكل جذري وبشكل نهائي وسيحاكم فيه ويحاسب من ضلعوا في تسفير شبابنا إلى بؤر التوتر، أم هو ذر رماد على العيون لطبعا كالعادة في سياسة الشعبوية واستجلاب الأصوات ونعاود نرجع شوية الثقة في السلطة الحالية؟ الاقتصادية والاجتماعية بالإيقافات الاستعراضية والملفات البهلوانية. ملف التسفير هو ملف خطير وملف مهمش إلا قيادات حركة النهضة والأيام، ما يهم مخابرات أجنبية تنشط في تونس وعن علاقات دبلوماسية اليوم معها. اسكو الملف هذا مش حل سيريوزمون وإلا لا؟ مش يمشيو فيه للآخر ولا لا؟ ولا مش يعملوا شوية إيقافات في حدود معينة وفما دي نيفو من نجموش يوصلوا؟ أنا شخصيا في رأيي أنهم مش يمشيوا بعيد. كيف كيف؟ إن شاء الله نكون غلط. بالضبط بالضبط، لانه مثلا تو العفاس علاش خرج في حاله سراح، مع انه فما فيديو ثابت وواضح من منبر جمعه اللي هو يدعو للجهاد لسوريا؟ سؤال يطرح. حتى نور الدين خادم يدعى. كيف كيف هاي؟ معني علاش هذوما في حالة سراح؟ هذا سؤال يطرح. والله ما نعرفش، ما نعرفش. مع أنه موثق. الحاجة اللي نعرفها أنا في قراءتي أنا أن القيادات الكبرى كيما راشد وهرنوشي وغيره ما يتمسوش. أنتو شابل هذوكم. ودليلي أنا اللي في قضية إنستالينج وضحكوا مدونينه. ضحكوا على قضية تظهر على هذا الاساس هو مع يوسف راسه غنحشي رغم اللي هو مخلص. تعال يحطوا في الجنة.
قيادات واخر. يعني فما شخصيات انتوشابل، تحب تقول فما قيادات نتاعهم اللي هي انتوشابل كيما راشد الغنوشي. انا نقول لك راشد الغنوشي في قضيه انسانين ومتهم، ومتهم انه هو رئيس الوفاق الاجرامي اللي يحب يعمل الرئيس. ما عندوش ما سمعوش في جمله. علاش؟ في قضيه اخرى تعملت للازهر اللونجو. هاي القضيه على خلفيه اجتماع، قالوا فما اجتماع تم بين الازهر اللونجو وقت هو مدير مسارح مختصه وراشد الغنوشي وهشام المشيشي. هاي قالوا تم اجتماع سري، والموضوع نتاعه كان حول اعداد مخطط لاسقاط رئيس الجمهوريه. بس تو كيف يتحل بحث تحقيق الجد شكون؟ هاي ما غاموش باش نقول لك انا باش تحل، باش نفسر لك انت كمواطن ماكش قاعد اجتماع تم اتسم الهدف هما اللي خطوا باش يشتوا واضح. استاذ ظاهر لي الريزو عندك ماهوش واصل، الصوت مليح. قلت البحث اي تو اجتماع تم بين ثلاثه من الناس اللي هما راشد الغنوشي والازهر لونجو وهشام المشيشي وقتها كان رئيس حكومه للانقلاب على رئيس الجمهوريه. اي مش تحل البحث، تحلوا ضد شكون؟ ضد الناس هذوما اللي تلقاو. صحيح. النيابة حلت بحث إلا ضد الأزهر اللونج، الغنوشي لا. غريبة، هو الغنوشي رغم كل القرائن اللي ضده معناها ما يتمسش وما ما يتحلش ضده حتى بحث لا وحتى لا تحقيق. لأنه هذا ثم معناها دول الجوار والشقيقة الكبرى عندها قراءة أخرى واللي هي تتدخل في الخيارات نتاعنا، وأنه إعلان المواجهة على الإخوان قد يهدد الوضع الأمني في تونس ويكون عنده انعكاسات على الوضع الأمني على الحدود، ومش خيار صعب يمكن اللجوء إليه. لكن المصلحة الوقت الوطنية متاعنا هل تقتضي؟ يا أخي مش قاعدين يحكيوا تو رئاسة الجمهورية مش تحكي على سيادة وطنية وعدم تدخل الأشقاء والغير في القرار السياسي متاعنا، هذا ما يراش تو للمواطن التونسي البسيط. والله وسيادة سي عبد السلام وين نشوف فهم؟ هي هذا ما تروجه السلطة وأجهزتها الإعلامية. هذه إشاعة. ينجم ينطبق عليها القانون الجديد. إشاعة، لأنك أنت وين تشوفها السيادة؟ تشوفها في العلاقة بالأفامي، تشوفها في الأمريكان اللي نهار كل ماشيين جايين عليك يعملوا في البيانات، تشوفها في علاقة بالجزائر اللي تطلع أنت رئيس جمهورية تقول إحنا المواقف من الملفات الكبرى ثم تطابق بين الموقف التونسي والموقف الجزائري. وين تشوفها السيادة؟ اي هو فعليا على ارض الواقع ما فماش، بالعكس فما انتهاك واضح للسياده حتى. ما تنجمش تكون عندك سياده وانت فالس، ما عندكش فلوس. صحيح. صحيح، ان شاء الله ما يكونش. وفما نقطة أخرى أستاذ، ده برشا توانسة يسألوا فيها، هل أنه قيادات الإخوان حينما يتم إيقافهم الكلهم يتعداوا للعناية المركزة والكلهم تصيبهم وعكة صحية زعما علاش معناها؟ والله عندي طبيب وتعرف. لا بالحق كومبارازار معناها كل ما يدخل حد البحيري وقت العناية المركزة. تو طبعا محترم معناها ما هو مخبوخ وبرشا السنوات الأخرى عندهم ضغط الدم عالي. ينجم يكون ان شاء الله. على كل حال نطلعوا غالطين في تفسيرنا بالنسبه لملف تسفير شباب. ان شاء الله فما حاجات ان شاء الله الواحد يطلع غالط. ان شاء الله. يعطيك صحة استاذ، شكرا على قبول الدعوة. يعيشك، شكرا على قبول الدعوة على حضورك معنا اليوم. يعطيك الصحة. كان معنا الاستاذ عماد بن حليمة، المحامي والناشط السياسي والمحلل السياسي. هكا نكونوا على الاقل ضوينا بعض النقاط القانونية على التونسيين الا ما همش فاهمين حد شيء، الا كما قلت سبحوا على بعض المراسيم وسبحوا على بعض القوانين ومشاريع القوانين الا ما عندهم عليها حتى ادنى فكره. هكا على الاقل نكونوا برأنا ذمتنا واخلينا مسؤوليتنا امام الشعب التونسي نهار اخر ان شاء الله، باش ما يقولوش ما في بالناش، ما يقولوش ما كناش نعرفوا الخطوره نتاع هالقوانين هذيا، ما يقولوش ما في بالناش بشنو كان ينجم يترتب على القوانين هذيا اذا كان وافقنا عليها وعديناها. كيف هي رساله ايضا لكل اهل القانون ولكل من له شأن وباع
وذراع في القانون الدستوري، ولا عنده كلمته في القانون الدستوري، ولا عنده كلمته في التشريعات في تونس، فرصة انه باش يخرج ويواجه التونسيين، مش في تدوينه على الفيسبوك سي امين محفوظ، يخرج في كل المنابر المتاحة له. نعرف احنا الاساتذة القانون الدستوري المشهود بكفاءتهم في تونس اللي هم يتعدوا على اصابع اليد، كيف يهز تليفون يكلم موزايك ولا يكلم التاسعة ولا يكلم الحوار يقول لهم باش نحب نطلع نوضح للتوانسة خطورة القوانين اللي قاعدين نشوفوا فيها، راهو باش يتحلوا البلاتو على مصراعيه. يعني المسؤولية كبرى على عاتق النخبة التونسية، أولا أهل القانون وأهل الدستور، ثانيا ما زال له جرام وطنية في الإعلاميين، في بعض الإعلاميين اللي موجودين على الساحة ولا مؤثرين على الرأي العام ولا كلمتهم واصلة وبرامجهم توصل للشعب التونسي، كيف كيف هذوما مسؤوليتهم كبيرة في تنوير التوانسة وفي الحديث بموضوعية على هذه القوانين اللي هي باش تمسهم هما بيدهم، كما كان يحكي الأستاذ عماد بن حليمة، الصحفيين بيدهم تشي بالقانون الجديد والمرسوم الجديد متاع بث الإشاعات ودرا شنوا. دونك هذه كل كيرة له مسؤولية على عاتق النخبة التونسية، مسؤولية على عاتق كل من له رأي في البلاد هذه وكل من كلمته مسموعة في البلاد هذه ولو لنسبة ضئيلة من التوانسة. إذا كان الناس الكل تخرج وتقول كلمة الحق وتنبه وتحذر وتوصي وتنور وتقول هاو شنو باش يصير وهاو شنو المغزى، كما كنا نحكيو تو مع الأستاذ عماد بن حليمة، هاو شنو المغزى من الفصل هذا، هاو شنو المغزى من القانون هذايا، هاو شنو ينجم يصير، وإن شاء الله نكونوا احنا غالطين في تفسيرنا وفي تحليلنا، إن شاء الله نتمناو أن نكونوا غالطين فيما يتعلق بار اكزومبل بملف تسفير شبابنا البؤر التوتر، ان شاء الله نكونوا غالطين في التحليل نتاعنا. وبربي في الختام تو نحب نختم بها الرساله هذه فيما يتعلق بملف تسفير شبابنا البؤر التوتر، وكنت نزلت لكم تقريبا معظم الحلقات الاذاعيه والتلفزيونيه اللي جاوا قدامي اللي برمجتهم في سنوات سابقه اللي هي كانوا حاضرين فيهم اهل الاختصاص من امنيين رفيعين مستوى، من اعلاميين رفيعين مستوى، من محللين سياسيين، من سياسيين بيدهم، يعني من ناس مختصة في ملف التسفير، تسفير شبابنا إلى بؤر التوتر وقت كانوا شادين هما الملف، كلهم عديتهم لكم البارح وقت البارح أو لامسين كيف كيف ثلاثة أيام الأخرانيين هذوما. فقط حبيت نتوجه بكلمة للدولة التونسية وللسلطة الأمنية والسلطة القضائية اللي قاعدين يتحركوا فيما يخص ملف تسفير شبابنا لبؤر التوتر. فما راهو معطيات خطيرة وخطيرة جدا تم عرضها علينا في ندوة، نحكي علينا هنا يعني ندوة ضيقة، ندوة دولية تعملت في أواخر أفريل 2018، نظمها المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية للدكتورة بدرة قعلول، وتم استدعاء فيها 8 دول يعني مشاركة، كانت من شمال إفريقيا مشاركة في الندوة هذه اللي تحكي على تسفيرهم إلى بؤر التوتر وإعادتهم للبلدان الأم متاعهم اللي هي إيكومبري تونس، احنا معروفين أكثر مصدري الإرهاب لسوريا وللعالم بعد 2011. دونك وقتها كان فما، وهذه دعوة معناتها قلتها قبل ونعاود نقولها توا، دعوة للاستئناس بالمعطيات التي قدمها لنا النقابي الأمني السيد محمد صغير الهبايلي في فلاش ديسك، وحط لنا فيديو خطير وخطير جدا سكايب ما بين رشد الغنوشي وإرهابي في الرقة السورية، قعد برشة دقائق الفيديو هذه، والفيديو هذا كانت تتحصل عليه السلطة التونسية من شأنها أنها تقوم باللازم من الإيقافات والإحالات وكل شيء، لأنه فيديو يورط قيادات الإخوان ويورط حزب الإخوان عنوة في تسفير شبابنا البؤر التوتر وإيصالهم لسوريا. عدينا الفيديو هذا، عدينا فيديو آخر متاع أنفاق في الصحراء التونسية الليبية، والحضور كان فما بعض الإعلاميين، كان فما طبعا أمنيين، كانوا فما ممثلي كما قلت لكم دول، 8 دول من شمال إفريقيا، وناس الكل شاهدت وشافت. على كل حال أخليت ذمتي وأوصلت ما تمت مشاهدته وقتها من طرف الفيديو اللي بثه لنا سي محمد صغير الهبيلي نقابي الأمني، يعطي الصحة هو على الجرأة والشجاعة متاعه اللي عدينا الحاجات هذية اللي ورطت الإخوان بشكل يعني قطعي وجازم، إنهم يستأنسوا باللي عنده وإنهم ياخذوا منه، يحاولوا ياخذوا منه نسخة من الفيديوهات هذيك ومن الزيكستري اللي عدهمنا في اللي دو جورني هذوما، لأنه التعاون برشا 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 في غلق ملف تسفير شبابنا الى بؤر التوتر اون فوا بور توت. يعني كيف تجاب الروس الكبيره
الباقي الكل يتساهل ويجي. على كل حال قدمت شهادتي للجهات الرسمية، للجهات الأمنية الرسمية فيما شاهدته يعني في الفيديوهات هذيك، في انتظار طبعا تدخل السلطة، وفي انتظار نكون احنا تفسيرنا وتحليلنا لفتح هذا الملف يكون مش في محله المرة هذه. نتمناو انه يكون مش في محله، نتمناو انه يكون ماهوش ذرة مادة على العيون، نتمناو انه يكون ماهوش باش يمشي لبعيد في فتح ملف تسفير شبابنا البؤال التوتر، هذه كل نتمناه لمصلحة البلاد والعباد. ما نطولش عليكم اكثر من هكا، ان شاء الله نهاية اسبوع موفقة لكل متابعينا ومتابعاتنا، تحية كبرى لكم من داخل تونس وبرشا اللي يتفرجوا علينا توانسة من خارج تونس، قبلة على جبين كل الوطنيين الاحرار اللي يتفاعلوا معانا بالكلمة ولا يبرتاجي ولا يعملوا جيم، لانه ديما نقول لكم راهو رسمنا تريبي وبورتابل، لا عندنا امكانياتهم، لا عندنا لوبياتهم، لا عندنا صفحاتهم، لا عندنا جروبات فيرمي نتاعهم اللي يسيبوا منها الميساج ويهبطوا اون بلوك، لا عندنا حد شيء. ومع ذلك الحمد لله كلمة الحق وكلمة الصدق تصل الى مئات الاف التونسيين، وعدد مشاهداتكم خير دليل على انه كلمة الصدق وكلمة الحق تبلغ وتوصل، وفما كريديبيليتي وفما مصداقية بيننا وبين التوانسة اللي تبعوا فينا. تصبحوا على خير، وإن شاء الله نهاية أسبوع موفقة مرة أخرى. نقول لكم ناس كل وفي كل ما يقتضي الأمر أن نطلع على المباشر، رانا باش نكونوا كالعادة صوت الحق، رانا باش نكونوا كالعادة صوتنا عالي من أجل الشعب التونسي ومن أجل مصالح الشعب التونسي، لا هي باش ترجنا بعض المراسيم، لا هي باش تخوفنا، لأنه احنا ببساطة لنا نتجناو على العباد ولا نتبلاو ولا نسبوا، بالعكس احنا نحاربوا في الناس اللي قاعدة تسب، ونحاربه في التيار نتاع اللي يسمي روحه ينتمي ل 25 جويليا او ينسب في روحه ال 25 جويليا والرئيس الجمهوريه، اللي قاعد يمتهن في الثلب والشتم والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللي قاعدين نعانيوا منه تقريبا بشكل شبه يومي احنا شخصيا معناها، ان شاء الله يطبق عليهم هما القانون هذا قبل ما يحطوه على التوانسه. فقط هذا هو شنو عندي منقول. شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء قريب.